مجلس العشرة، أهلا بكم وتقبل الله صيامكم. بداية، أفادت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية التي اجتمعت سهرة اليوم بدار الإمام المحمدية بالعاصمة، أفادت أن غدا الأحد هو المتمم لشهر رمضان 1443، وعليه سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الاثنين الثاني من شهر ماي، فكل عام وأنتم بخير. تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم مكالمة هاتفية من أخيه الفاضل والمحترم السيد يمين زروال رئيس الجمهورية الأسبق، تبادل فيها التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيا له التوفيق والسداد في مهامه النبيلة. بدوره شكر السيد الرئيس أخاه السيد اليمين زروال على مشاعره النبيلة والصادقة، متمنيا له دوام الصحة والعافية. كما تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم مكالمة هاتفية من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة، هنأه فيها والشعب الجزائري بحلول عيد الفطر المبارك، معربا له عن خالص تمنياته بدوام التقدم والازدهار. من جهته أعرب السيد الرئيس عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة لسمو الأمير، متمنيا له وللشعب القطري الشقيق المزيد من الهناء والازدهار والتألق. تحيي الجزائر غدا اليوم العالمي للشغل بمزيد من المكاسب الاجتماعية والمهنية المحققة لصالح العمال، حيث تحل المناسبة هذه السنة في ظل مناخ استثماري واعد بفضل قرارات رئيس الجمهورية لفائدة الطبقة الشغيلة. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أكد بالمناسبة في رسالة قرأها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة خلال الاحتفالات الرسمية التي احتضنتها ولاية عين الدفلة بحضور عدد من أعضاء الحكومة والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لبتشا. أكد أن عيد العمال سانحة لاستلهامها الدروس من نضال الأسلاف عبر مراحل متعاقبة. السيد الرئيس ترحم على شهداء الكفاح المسلح وشهداء سنوات الإرهاب الهمجي من عمال وعاملات ونشطاء نقابيين وطنيين، وكذا أرواح العاملات والعمال في كل القطاعات والمواقع، لسيما الذين فقدتهم الجزائر وهم في جبهة مكافحة فيروس كورونا، مجددا عزم الدولة على الاستمرار في الإصغاء للانشغالات الأساسية في عالم الشغل بحثا عن أنجع المقاربات لتعزيز المكتسبات المحققة في أقل من سنتين. ووفاء لالتزامي بالسهر على حماية حقوق العمال والحفاظ على مكتسباتهم المهنية والاجتماعية، فبالإضافة إلى إلغاء ضريبة على الدخل لفائدة ذوي الدخل المحدود ومراجعة النقطة الاستدارية واستحداث منحة البطالة وتحسين معاشات المتقاعدين، سيظل التفكير منصبا على توسيع مجالات الاستيعاب بناتنا وأبنائنا البطالين، ولعل التوجه الذي بشرناه لرفع عراقيل عن مشاريع استثمارية وأفضى إلى توفير 33,171 منصب عامل. أقول إلى توفير 33,171 منصب عامل إلى حد اليوم، وحرصانا على إدماج فئات واسعة من أصحاب عقود ما قبل التشغيل من المؤشرات المكرسة للطابع الاجتماعي للدولة والدالة على إرادة قوية للتكفل التدريجي بتطلعات المواطنات والمواطنين لحياة كريمة وإطار معيشي لائق. ويجدر هنا التذكير بأن حماية قدرة الشرائية والحفاظ على مناصب الشغل والرعاية الاجتماعية ستبقى من بين الأولويات التي نوليها اهتماما خاصا، ونعمل على رصد ما أمكن من موارد المالية لها، لا سيما لصالح الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود والفئات الهشة.
رئيس الجمهورية أكد الحرص على الحوار الدائم مع الشركاء الاجتماعيين لضمان الشفافية والالتزام التام بالقوانين عندما يتعلق الأمر باحتجاجات المطلبية. ولقد أصديت في هذا الصدد توجيهات لإعداد قانون إطار ينظم العمل النقابي بإثراء أكبر لمحتواه من خلال التشاور والنقاش مع المهنيين، على أن يراعي مشروع القانون المواثيق والاتفاقيات التي صدقت عليها الجزائر، والتمثيل الحقيقي للنقابات والالتزام بترقية الجانب الاجتماعي والمهني للعمال، بعيدا عن النزاعات السياسوية التي أفرغت عمل النقابي في روحه الحقيقية. وعلى هذا الأساس أدعو كل منظمات النقابية المهنية للعمال إلى إدراك حجم مسؤوليتها اتجاه العاملات والعمال والمؤسسات، والضوء المنوط بها لضمان الاستقرار الاجتماعي وتطوير الإنتاج ورفع من المردودية وتأقلم المستمر مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة وأن التوترات التي يمر بها العمل توقفنا لشحذ الهمم وكسب رهان التحديات التنمية المستدامة وخوض غمار الرقمنة واقتصاد المعرفة، وهي أهم مرتكزات النجاح الأمم وازدهارها. في موضوع آخر وفي آخر تقرير له حول أفاق الاقتصاد العالمي، أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الجزائري حقق نموا بنسبة 4% سنة 2021، متوقعا تراجعا للبطالة بشكل ملحوظ لسنتي 2022 و2023 بنسبة تتراوح ما بين 11.1% و 9.8%. بخصوص نمو الاقتصاد الجزائري لسنة 2022، يتوقع الصندوق زيادة تصل إلى 2.4% بدلا من 1.9% المقدرة سابقا. في أخبارنا الدولية، وبالأراضي الفلسطينية المحتلة، استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة قلقيلية بالضفة الغربية، كما اعتقلت قوات الاحتلال 10 شبان على الأقل شمال القدس المحتلة. ختام الموجز، ألقاكم في منتصف الليل بإذن الله. السلام عليكم.